مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين العربية. الفيديو مات اليوم هو على الآيفون تحديدا. إذا فعلت التعليق الصوتي فالطريقة سهلة أنه تلغي التعليق الصوتي أو وضع الكفيف في الآيفون 15. جدا صعب أنه تتحكم بالآيفون، لكن بهذه الطريقة جدا سهل أنه نتحكم به. أول شيء بعض الأحيان ممكن طفل ده يلعب أو ممكن أنت عن طريق السهو فعلت هذا الوضع فالآيفون بعد ما تتحكم به، لكن لازم تعرفون النقطة أنه ضربة واحدة على الشاشة هي لاختيار العنصر وضربتين حتى للتأكيد، هذا الشيء اللي موجود، وثلاث عناصر من منتصف الشاشة حتى انه تنزل بالتطبيقات وبالأعلى حتى نخرج إلى الأعلى، وأصبع واحد حتى نظهر ندخل على رمز الدخول، وراح تشاهدون الآن قدامكم الآن ما يتحكم كل شيء. فراح ننزل من هنا بالأصبع واحد إلى هنا وراح يظهر عندي رمز الدخول. الآن راح نختار رمز الدخول مالتي كبستين، الآن دخلنا هنا. الطريقة سهلة حتى ننزل إلى المشاهدون، حتى ننزل إلى الأسفل، حتى نخرج إلى الأعلى بثلاث أصابع للأعلى وللأسفل. الآن راح نروح على تسهيلات الاستخدام، تسهيلات الاستخدام ونكبس كبستين. الإعدادات عنوان، راح نروح على التعليق الصوتي، التعليق الصوتي كبستين، التعليق الصوتي وكبستين، التعليق إيقاف التعليق الصوتي، انتهى التعليق الصوتي. هذه هي الطريقة الوحيدة حتى تلغي هذا الخيار. هذا الخيار راح يكون موجود في تسهيلات الاستخدام والتعليق الصوتي هنا تفتحه، ولو حبيت تقرأ عليه راح يكون هنا أوامر التعليق الصوتي راح تقرأها. تحياتي لكم، أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة أنا حاضر، وشكرا للجميع، مع ألف سلامة.